الحكومة لم تستطع يعني أن تستفيد من التجارب وأن تخرج نظاما أساسيا منصفا وعادلا وفي مستوى المبادئ المؤطرة التي تم التوقيع عليها والترويج لها. الجامعات الوطنية للموظف التعليم طبعا في بخصوص مقتضيات النظام الأساسي الجديد هي في طور الإنهاء ديال المذكرة التي ستترافع من خلالها على كل الاختلالات التي يعني تعتبر هذا النظام الأساسي من أجل تصحيح مساره المرتبط بمنظومة الحقوق والواجبات ديال الشهيرة التعليمية. الجامعة الوطنية للموظف التعليم وإن استطاعوا التحكم وصناعة خريطة نقابية أو انتخابية متحكمون فيها وهذا ما عقدنا له ندوة صحفية إبانية قبل حتى إجراء الانتخابات وقلنا بأن هذه التقطيع والتوزيع سيؤدي إلى خريطة انتخابية مفبركة ولكن الجامعة الوطنية للموظف التعليم لم يستطيعوا أن يسرقوا منها ولم يستطيعوا أن يتحكموا في خطها النضالي المنحاز اليوم إلى الشغيلة التعليمية وهو خط نضالي مسؤول طبعا ومنحاز إلى القضايا العادلة. هذا الحراك التعليمي أعاد اليوم المسألة التربوية إلى دائرة الاهتمام الحقيقي والحكومة كما ختم الأخ الأمين العام الحكومة عليها أن تتحمل مسؤوليتها اليوم لأن اليوم الحكومة كلما جاء وزير وصرح بإمكانية إجراء حوار أو محاولة تطويق هذه الأزمة أو محاولة خفض هذا التوتر والاحتقان إلا ويأتي وزير آخر ويصرح صريحا غير مسؤول فيصب الزيت يعني على النار فيؤدي ذلك إلى المزيد من التوتر ومن الاحتقان وطبعا من التصعيد النضالي داخل الساحة التعليمية وبالتالي هذه الحكومة هي في حاجة إلى يعني عمل بيداغوجي بين أعضائها حتى تكون في مستوى تدبيرها للأزمات التي يعيشها هذا الوطن في مقدمتها الأزمة الاجتماعية المتنامية وفي مقدمتها كذلك هذه الأزمة المرتبطة بالنظام التعليمي والتي تعتبر يعني القضية الثانية بعد الوحدة الترابية.